الله 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 الله، هي إسراء وشيماء كمان هيلعبوا؟ قول يا جميل، قول يا جميل إن أنا وداني كدابة وإن الكلام اللي أنا سمعته ده ما تقلش، وإلا أقطعهم بإيدي دول. كلمة تانية وأقطع لك أنا ودانك. قول يا وسيم، قول يا وسيم إن التليفون اللي أنت ماسكه ده مش تليفون اللعبة، وإن أنا عندي حساسية جيوب أنفية، وإن أنا بيتهيألي. هيضحكني يا جميل، والله العظيم هيضحكني. يا عم الأوفر إهدى بقى، أنا بقول لك هنلعب مهمة واحدة بس، أخلي إسراء تعدي شيماء وهنبطل لعب. وأنا كمان هبطل، أنا صارف فلوس كتير قوي في اللعبة ديت. خلاص. خلاص، خلاص إيه؟ هو اللي بيلعب بيبطل، ما هو قال الكلام ده قبل كده، في المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها. دي للكلب عمره ما يتعدل. يضحكني تاني حالا، والله العظيم هضحك. يا بسيوني يا حبيبي اسمعني، انا مش هسيب لعبه تتحكم في حياتي تاني. خلاص انا دلوقتي خلاص استلمت الفندق الجديد ده وبقت حياتي حلوه، وهبدا في الفندق ده سلمه سلمه. هو ايه اللي سلمه سلمه؟ الراجل ما ضحكناش بقى، حرام عليك. الله، في ايه يا جميل؟ في ايه؟ الشغل زي الفل. طب انت ما خدتش طعميه معانا بره ولا؟ انا مش فاهم ايه اللي دخل الطعميه في الكلام اللي احنا بنقول ده. الطعميه دي معناها ان الفندق هنا فيه حاجه حلوه. يا راجل حاجه حلوه ايه ونيله ايه؟ ده احنا لو شغالين في بقاله كانت تبقى انضف. المهم دلوقتي اللعبة طالبة أربعة وإحنا ثلاثة، أنا وإنت وإسراء. ميسيز إسراء، ميسيز إسراء، هنجيب الرابع منين؟ صح، هنجيب الرابع منين؟ عايزين رابع. جميل، منين؟ منين يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل؟ مستر بسيوني، ما حنرش للشقاوة. ايوه يا بيس، صحيح ما حنتش زمان كده. فين بسيوني بتاع زمان اللي دخلنا حاره المنجد، خدنا اللوحه وحرقناها سوا؟ والله لما خطف الواد ابن مازو كده. يا جماعه انا بقيت اب دلوقتي ولازما اكون قدوه لابني. يا مالطه هضحك، حرام عليك. طب بلاش ده. فاكر يا بسيوني زمان لما كنت بتتنقل بين التيم بتاعي والتيم بتاع مازو بدون اي انتماء؟ ولا لما بيسو عمل كليب رقص رقص مصر كلها وجاب مليون في نص ساعه؟ طب ادوني فرصة، ادوني فرصة اتشاور مع شويكار. لا شويكار ايه شويكار، ما تعرفش حاجة، ولو قلت لها حاجة هنقول ان انت بقيت راجل كبير وبتخرف. يعني لا هتطول تلعب معانا ولا تفضحنا. شكرا قوي يا بسيوني، اتفضل انت. يلا ندور على رابع جميل يا ابني. لينا رب اسمه كريم يا مستر وسيم. يا رب، اتفضل يا بسيوني. عايزين نأمن مستقبل ابننا، عايزين نأمن مستقبل ابننا، عايزين نأمن مستقبل ابننا. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. أنا؟ لا، ما تقولي ابني. أنا فاضل لي أنا وأمه 30 أو 40 سنة في الحياة، لازم نسيب له قرشين يأمن بيهم مستقبله. أنت قلت لي المكسب كام؟ الحمد لله على السلامة يا بيسو. أيوة كده يا بسبوسة، أهم حاجة دلوقتي نلحق نكلم إسراء.